مش هتبقى أكاديمية تقليدية بمعنى إن فقط علماء الدين هم اللي هيدرسوا العلم، لا، ده احنا نجيب علماء الدين، علماء الاجتماع، علماء النفس، الأطباء، الاقتصاديين، لغات الأجنبية، التواصل على الإعلامي، بحيث نعد الداعية الملم بواقع الحياة، تحديات الأمن القومي، حروب الجيل الرابع. يعني هي أكاديمية غير نمطية، مش بننقل مكان من مسجد النور ل 6 أكتوبر، احنا بننتقل مبنى ومعنى إن شاء الله. الحاجة التانية، احنا خصصنا مبلغ مبدئي قابل للزيادة، لأن احنا الحمد لله حققنا موارد ذاتية لهذا العام، وده لأول مرة في تاريخ الوزارة، تجاوزت 1 مليار جنيه، منها حوالي 300 مليون اللي أشرنا اليوم للبر، وده كله منضبط بشروط الواقفين، ومنه جزء أصلا جزء من تحسين أحوال الأئمة القائم فعلا اللي بياخدوه بيمول من الجهود الذاتية، وده بيكلف الوزارة حوالي 300 مليون جنيه، في حوالي 250 مليون جنيه أو 300 مليون جنيه لعمارة وحلال وتجديد وفرش وصيانة المساجد، فده حوالي 900 مليون جنيه.